عاد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى ارض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من المملكه المتحده بعد ان شارك سموه بمعيه حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم التعازي والمواساه الى صاحب الجلاله الملك تشارلز الثالث ملك المملكه المتحده لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليه وافراد العائله المالكه وشعب وحكومه بريطانيا بوفاه جلاله الملكه اليزابيث الثانيه